أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وتبعه على ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية من أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هل هو راجع للابتداع؟ وأرجو التفصيل في ذلك. ما قرر شيخ الإسلام هذا الشيء، ما قال أنه خلاف لفظي. هم يكذبون على شيخ الإسلام، ما هو بالخلاف لفظي، خلاف حقيقي. وإنما قالوا إن هؤلاء أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة، ولا قالوا إنهم من أهل السنة يعني 100%، عندهم شيء من المخالفة، فليس الخلاف لفظي. وأما كلام أبي العز رحمه الله، أنتم تعرفون أن أبا العز حنفي، أنه حنفي، وقد أخطأ في أنه يسمي هذا خلاف لفظي، لأنه متأثر بمذهب الحنفية، فسامحه الله وعفى عنه، لكن هذا خطأ. نعم.